السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة علم أعمال يدوية. أقترح عليكم هذه المرة طريقة جديدة لتزيين المناديل بالدرس والشاشية على الطريقة المغربية، تنفع لتزيين المطبخ أو الحمام. هذا هو شكل المنديل بعد تزييني، ولعمل مثل هذا الدرس نحتاج إلى منديل وخيط الطرز. نقوم ببرمه على 4 خيوط ونبدأ بالخياطة. نثبت أولا الخيط ثم نقوم بإدخال إبرة قليلا في الثوب في المرة الأولى، يكون الخيط فوق الإبرة، وفي المرة الثانية ألف الخيط حول الإبرة مرتين ثم أقوم بعمل حلقة وأدخل الإبرة في هذه الحلقة من جهة اليمين، ثم أثبت هذه الحلقة بهذه الطريقة. للحصول على هذه العقدة أعيد مرة أخرى، الخيط دائما يكون من فوق وأحاول أن أثبت الخياطة للحصول على خياطة جيدة، ثم ألف الخيط مرتين حول الإبرة ثم أقوم بعمل حلقة وأدخل الإبرة في هذه الحلقة من جهة اليمين، ثم أثبت هذه الحلقة بهذه الطريقة. ولعمل هذه الشوشية نحتاج إلى قطعة من الكرتون أو ورق مقوى، أيضا نحتاج إلى مجموعة من الخيوط. أنا هنا تقريبا لدي 20 خيط بمسافة 60 سنتيمتر، ثم نقوم بلف هذه الخيوط حول هذه الكرتونة بهذا الشكل. هذه الشوشية عندنا في المغرب تدخل كثيرا في تزيين المفروشات أو الألبسة التقليدية وغيرها. نقوم بتثبيت هذه الشوشية بالخيط لكي نتحكم بها جيدا. ثم أقوم بسحبها من الكرتونة بكل سهولة. ثم نلف الخيط حولها جيدا لكي تكون محكمة ونتفادى أن تتسرب منها الخيوط من بعد، ونقوم بعمل عقدة بهذه الطريقة ونحتفظ بهذا الخيط لكي نثبتها به من بعد. أما الخيوط الزائدة فنقوم بقصها ونتأكد جيدا أن الخيوط كلها متساوية. هذا هو شكل المنديل كما تشاهدون. نقوم بتثبيت الشاشية
في زوايا المنديل، هذه هي حاملة المناديل. قمت مسبقا بتثبيت شوشية بلون يكون متناسق معها. أقوم بطي المناديل بحيث تكون الضرس والشوشية إلى الأعلى. للحصول على شكل جميل وجذاب لهذه المناديل، وهذه حاملة المناديل، يمكنكم الحصول عليها من الأسواق الكبرى. في الأخير أتمنى أن تنال هذه الفكرة إعجابكم، ويكون الشرح يعني مبسط. لا تترددوا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في أفكار أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.